هو نفس اللي هاي تعتمد على لسان نخيلها قبل بالنسبة لها ثمرة بعد العشاء. اي نعم. اللي هي طبعا الشخص الأسباب اللي أبيحت في السمر. نعم. لو كانت سبب أنها فوتت أو أضاعت عن وقت الصلاة، وقت الصلاة صلاة الفجر طبعا، هل يأثم؟ كل الإثم. كل الإثم، يعني ما يغالي بهالأمور الثلاثة. اي نعم. أيوة. طيب الآن الصلاة يعيدها ولا ما يعيدها بالحالة هاي؟ لا ما يعيدها. يم فاتته؟ يتوب إلى الله من جرمه وإثمه. أيوة، بس هون كونه ما يعني عمل له مخالف. ولا ما أخرج الصلاة عن وقتها؟ مظبوط، بس كان سبب أنه الضيف يعني سحب معه صغير. هذا سبب غير شرعي. أيوة، ولا كذلك الزوجة ولا كذلك مذاكرة العلم. أي نعم. اما لو ازعجت قليلا، يعني هاي الثلاث امور ذكرناها وارده في نص الحديث انه لا عن الثمر الا في هاي الثلاث. اي نعم. يعني لا ثمر الا في ثلاث، هاي قال عنها. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ينتهي الجواب. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟